السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء كل شركاء النجاح. اليوم هنعمل تقييم كامل عن موقع تيم بيلد كلاب، صح، باللغة العربية واللغة الإنجليزية. هنخليه باللغة العربية لأن شرح اليوم باللغة العربية. عظيم. لما تنزل تحت في الموقع هنا هتلاقي بيقول لك أنت تسجل مجانا ونبني الداونلاينز لك. الكلام ده ممكن يكون مش مفهوم لبعض الناس، فممكن نشاهد هذا الفيديو عشان نعرف تفاصيل أكتر. عايز تنشئ حسابك طبعا مجانا، بتدوس هنا تنشئ حسابك مجانا، او بتضغط على كلمه تسجيل، وهنشوف المراحل دي مع بعض لاحقا ان شاء الله. بس نفهم الموقع وشغال ازاي. لماذا يجب ان تنضم الينا؟ انا بحب دايما اقرا الحاجات المهمه دي. انت تسجل مجانا، نحن نبني الداونلاينز لك، انت تقوم ببناء قائمتك بتفاصيل بعض الداونلاينز التي نقدمها لك. يعني بيعطي لك تفاصيل الداونلاينز، بيعطي لك ليدز، بيعطي لك كونتاكت، بيعطي لك بيانات الناس عشان تتواصل معاها انت ما تعرفهمش. مجرد ما انت ضميت في الشركه، اي حد بينضم بعدك بيكون في فريقك، وده معناه ببساطه ان انت تستطيع بكل سهوله الحصول على داونلاينز وفريق ضخم جدا في تيم بيلد كلاب، وانت ما عملتش حاجه، انت مجرد بس سجلت مجانا وخلاص. وبتحصل كمان على دورات تدريبيه مجانا في مجال التسويق، بناء الاعمال، والتدريب على العملات الرقميه والبلوك تشين، ودي حاجه قويه جدا وبحصل عليها مجانا بدون دفع اي شيء في تيم بيلد كلاب. يعني حتى الان الشركه ما خدتش منك اي فلوس، ومجانا بنت لك فريق، عطت لك تفاصيل داون لاينز او ليدز تتواصل معاها بخصوص اي بزنس بتعمله. فحتى الشركه واضح قوتها، حتى الاعضاء المجانيه بتدي حاجات ضخمه جدا. طيب وايه كمان؟ عندك القدره لو انت حبيت تكسب دخل متزايد داخل تيم بيلد كلاب، ممكن انك تدعو ناس برابط الاحاله بتاعك في تيم بيلد كلاب وتعمل فلوس، ما حبيتش بلاش. طب في المستقبل هيحصل ان شركه بتتعاون مع مشاريع في المستقبل، المشاريع دي بتكون سعرها مثلا ميسور التكلفه، بسيط، الناس كلها ممكن تنضم اليه، فانت بتنضم ومعاك الداون لاينز اللي انضمت بعدك بيكونوا معاك في المشاريع القادمه المستقبليه المتعاونه مع الشركه. والمشاريع طبعا هتكون باسعار ميسوره التكلفه عشان تسمح للجميع ينضم، وتسمح للكل يربح من اول يوم حتى لو انت عضو مجاني. ودي اقوى حاجه موجوده في تيم بيلد كلاب، يعني بيبني بناء فريق عالمي. يمكنك عدم فعل اي شيء على الاطلاق، ومشاهده الداون لاينز خاصتك تنمو ببساطه يوميا. نمنحك ارصده اعلانيه، ده بيكون للاعضاء المدفوعه، لنشر اعمالك. لو انت حابب تعمل مثلا اعلان نصي، اعلان بانر، اعلان صوره، وفي رابط الاحاله بتاعك اللي على الصوره دي بيروح للموقع اللي انت بتسوق له، او اعلان نصي تقول كلمتين ثلاثه عن الموقع بتاعك وفي رابط الاحاله بتاعك، فده بيخلي مجتمع المسوقين الموجود في تيم بيلد كلاب يشوف اعلانك، وممكن يضغط ويسجل معاك لو المشروع عجبه، او يتواصل معاك، او يروح لصفحه الفيسبوك بتاعتك او صفحه اليوتيوب بتاعتك، ايا يكن كما تشاء. فبدء العمل فعلا هنا امر بسيط للغايه، وكل ما تحتاجه فقط هو ايه؟ التسجيل مجانا زي الناس اللي بتسجل كل شويه بيظهر من على الموقع تحت على الشمال وخلاص. والامر بسيط، الشركه شغاله من اجلك كل حاجه. ورؤيه الشركه ببساطه ان الموهبه تفوز في الالعاب، لكن العمل الجماعي والذكاء يفوزان بالبطولات. طب مين هم اصحاب الشركه تيم بيلد كلاب اللي عندهم افكار رهيبه دي؟ عشان تعرف لازم تدوس الشركه من هنا. الشركه، نخش على صفحة الشركة ونشوف. قيمة الإنجاز تكمن في الإنجاز نفسه اللي ترغب في تحسين المنظمة أو المكان اللي أنت عايش فيه، فعليك بتحسين نفسك واستنضم المنظمة معك. أبقى عينيك على النجوم ولكن تذكر أن تبقى قدميك على الأرض. وإحنا بنقول الجملتين دول في شخص قام بالتسجيل قبل أيهو، تمام؟ شخص تاني أهو وإحنا بنتكلم. صاحب الشركة هو السيد رجل الأعمال الناجح السيد أليكس توماس، وهو من اوروبا، من قبرص اليونانيه، حاصل على ماجستير في اداره الاعمال من عام 2015، عنده ممتلكات ورئيس تنفيذي في مجال اعمال الاقامه الخاصه به، وعنده شركه لمنتجات تكنولوجيا التعليم، شغال في مدير تسويق رقمي منذ عام 2007، ومتحدث دولي، سافر معظم انحاء العالم، وعلى طول على خشبه المسرح بيتم تكريمه دائما من كبار الافراد وفي مختلف الدول. في عام 2019 في الوطن العربي تم تكريمه من قبل سمو الشيخ ابو ظبي في معرض دبي اكسبو 2019، علشان كان عامله بنارات وسيمينارات، ايفنتات، مؤتمرات قويه جدا في الامارات العربيه المتحده، يعني برضه مشهور في الخليج كمان. طب معلومات عنه،
تيم بيلد كلاب هي منصة أنشأتها الشركة الأوروبية العالمية انتر كونكتيكا المحدودة، وده رقم ترخيص الشركة، ممكن تبحث عليه بكل بساطة في تراخيص الشركات المحدودة داخل قبرص اليونانية، وممكن لو بحثت على جوجل بسهولة هتطلع لك كل حاجة عن الشركة. يعني ناخد اسم الشركة لوحده من هنا كده ونبحث على جوجل نعرف مصداقية الشركة دي عاملة ازاي. نخش على جوجل نكتب انتركونكتيكا المحدودة، اهي ده اسم الشركة، عنوان الشركة، رقم تليفون الشركة، وده تسجيل الشركة القانوني في الموقع ده، اسمه اوبن كوربريت، مشهور جدا. هيطلع لك هنا هو رقم تسجيل الشركة، هو نفس الرقم التسجيل اللي هنا اهو، هو هو. تاني حاجة، الشركة شغالة فعالة بقالها 3 سنين، أكتر من 3 سنين شغالة، من 28/2018 حتى الآن، أكتر من 3 سنوات. الشركة محدودة، والشركة أصلها من قبرص اليونانية، وده السيد أليكس توماس صاحب الشركة، اسمه باللغة اليونانية. وعندك هنا ده الموقع الحكومي نفسه الخاص بحكومة قبرص اليونانية، هو .gov.cy، يعني المصدر ده Open Corporate بيجي من موقع الحكومة القبرصية اليونانية. لو ضغطت على الرابط ده هيحمل معاك موقع الحكومة القبرصية اليونانية اللي فيها تسجيل الشركة انتر كونكتيكا المحدودة في قبرص اليونانية، وممكن بعض المواقع تظهر لك كمان مدى قوة الشركة، إجراءاتها المالية إيه، دفع الضرائب قد إيه آخر سنة، كل حاجة، بس بتدفع فلوس إضافية عشان يطلع لك الريبورتات دي. وده النظام المتعارف عليه عالميا في الشركات الأوروبية، إن أنت تدفع فلوس عشان تاخد بيانات. فدي شركة انتركونكتيكا المحدودة، نضغط عليها من هنا داخل موقع الحكومة القبرصية اليونانية اهو .gov.cy، وهتلاقي هنا كل بيانات الشركة بالنسبة لك وكل حاجة. لو هنا اهو ده السيد أليكس توماس صاحب الشركة، وهنا عنوان الشركة، وهنا اللي هي الإقرارات الضريبية بتدينا في موعدها، كل حاجة مظبوطة. فالحمد لله الأمور كلها باللغة بتاعتنا تمام أو مزيان. طيب، في عام 2020 أنشأت شركة انتر كونكتيكا منصة تعليمية التكلفة لأصحاب الأعمال الصغيرة ورجال الأعمال والتي تقدم دورات مختلفة في مؤسسات مختلفة. طبعا الناس اللي عارفة السيد أليكس، عارفة انتر كونكتيكا المحدودة، هم أطلقوا مشروع قوي جدا تعليمي ميسور التكلفة، كان اسمه 20X Pro، وما زال يعمل حتى اليوم على موقع إلكتروني منفصل تماما عن الموقع ده، وده موقع 20X Pro للناس اللي حابه يعني تعرف. والشركه شغاله حتى اليوم، وفيها اكتر من 125 الف عضو في مختلف انحاء العالم. لكن احنا بنتكلم اليوم على تيم بيلد كلاب، الشركه اللي تم انشائها في عام 2021 كمنصه غير عاديه تهدف لتقديم ارشاد مجاني في بناء الاعمال التجاريه والتسويق وتنمية العملات الرقميه لملايين الاشخاص في جميع انحاء العالم، ومساعدتهم من خلال بناء قوائمهم من الداونلاينز تلقائيا. يعني الشركه بتعمل مشاريع فعاله شغاله، ما بتقفلش مشروع وتفتح تاني، كل مشاريعها بفضل الله شغاله بكل قوه. وشايفين عدد الزيارات عامله ازاي في الموقع، والناس بتسجل واحنا بنتكلم ازاي، وحاجات كتيره. معاها برضو شهاده من الفئه A، اعلى فئه موجوده في اتحاد البيع المباشر الاوروبي، والشهاده دي بتعني ان الشركه دي ماشيه على القانون واللوائح المتعارف عليها في قواعد سوق الاتحاد لحماية حقوق الممثلين المستقلين والعملاء الخاصة بالشركة. فكده عرفنا كل حاجة عن الشركة. هل الشركة بتعمل أعمال خيرية؟ طبعا بتعمل أعمال خيرية، واللي عارف السيد أليكس برضه أو يعرفه على الفيسبوك عارف إن السيد بيحب الأعمال الخيرية جدا، والسنة اللي فاتت كان عامل مؤتمر لامن فيه تبرعات. المؤتمر ده ببساطة كان عبارة عن حفلة موسيقية، جميع تذاكر حفلة موسيقية تم توزيعها لمساعدة الفقراء. طبعا هنا في اعمال خيريه ممكن تشاهد الفيديو ده عشان ما اطولش الفيديو بتاعنا اليوم، وتشوف بنفسك اعمال خيريه بنقوم بيها، حتى لو كانت اعمال بسيطه او متواضعه او اعمال كبيره، كلها شيء جيد. طبعا طرق التواصل مع الشركه، هنا عشان تسجل حساب، تسجيل حساب اهو جديد، وانت بتملا بياناتك هنا لازم تراعي تكون البيانات ماشي ممكن باللغه العربيه عادي ما عدا الايميل باللغه الانجليزيه اكيد. اسم المستخدم بتاعك تضعه باللغه الانجليزيه، ما يكونش فيه مسافه ولا حروف وارقام وحاجات صعبه، خليه اسمك احمد محمد، ليدر احمد خالد، يوزر نيم، اسم المستخدم، خليه حاجه بسيطه سهله الناس تخش تعمل تسجيل، ما تحطش مسافه، ما تحطش شرطه، ما تحطش ميله، ممكن تحط ارقام ماشي مفيش مشكله، يعني اسمك وارقام بعديه عادي بس باللغه الانجليزيه. حط كلمه مرور جيده، وتاكد ان السبونسر بتاعك او الشخص اللي قام بدعوتك هنا الاسم المستخدم بتاعه مكتوب صح، عشان تكون مسجل عن طريق الشخص المظبوط. طيب انا هقوم بالتسجيل الان في اللحظه دي مع بعض ونشوف. هكتب هنا مثلا كوتش ماندو، وهكتب هنا طبعا الاداره عارفه انا بسجل حساب وانا بعمل تدريبات عشان نسجل مع بعض. هكتب هنا رقم تليفوني مش كامل علشان برضو ايه، نكتب مثلا هنا كايرو ايجيبت، اسم المستخدم وليكن مثلا ماندو اي جي مثلا.
وهنا كلمة المرور وليكن مثلا كده كده تمام، والكفيل بتاعي مثلا اهو، وهخش هنا 795. الكفيل بتاعي كان جوين، عارف اسم المستخدم بتاعه مديهولي، وادوس هنا على ايه تسجيل. تمام، بيقول لي بدي تمسك من قبل، كان سجلت حساب من قبل، وده معناه ان كل شخص لازم يكون ليه ايميل منفرد وحساب واحد بس لكل شخص، ودي اجراءات الشركه علشان الجميع يستفيد، لان الناس تفتح حسابات كتير على الفاضي. انا بس حبيت اكد لكم المعلومه ان ما ينفعش حد يسجل اكتر من حساب بنفس الايميل، وده ان دل على شيء يدل على مصداقيه الشركه، وان هي عايزه دائما تدي الفرصه للجميع، والناس ما تفتحش حسابات كتيره. وصلت الفكره كده؟ كده احنا خلصنا تقييم للموقع. بصراحة انا تقييم للموقع ده يعني لو التقييم الخمس نجوم فانا اعطي له 5 نجوم على 5 نجوم من ناحية المصداقية عن الشركة وصاحب الشركة بالكامل، يعني فعلا فعلا اثبتين جدارتهم. الشركة بقى اكتر من 3 سنوات، صاحب شركة رجل اعمال ناجح وواضح ومعانا في الاجتماعات الاسبوعية. تمام، لو هقيم ديزاين الموقع وشكل الموقع ففعلا شكله خرافة وشكله قوي، ومعاهم جوائز حصلنا من اول يوم ليهم. لو هقيم الخدمات اللي بيحصلوا لها الاعضاء المجانيه والفايده اللي بيحصلوا عليها، حتى لو اعضاء مجانيه ما دفعوش فلوس في الموقع، الموقع فيه اعضاء مجانيه واعضاء مدفوعه، فالتقييم برضه هيكون 5 نجوم، لان اول مره في حياتي اشوف موقع بيسمح لعضو مجاني ياخد كل الحاجات دي مجانا بدون ما يدفع اي شيء في الشركه، وكمان يقدر يكسب دخل من غير ما يعمل اي شيء في الشركه. طيب ده كان التقييم ببساطه. ان شاء الله يعني في فيديوهات قادمه ايضا هتشرح اكتر التفاصيل، البرزنتيشن كامل عموله، لو اشتغلت احصل على ايه، الاعلانات شغاله ازاي، حاجات كتير هنعرفها مع بعض في الفيديوهات القادمه. خليكم معانا، اعملوا لايك تعليق سبسكرايب اشتراك في القناه علشان دايما يوصلكم كل جديد. شكرا ليكم ويومكم سعيد. ما تنساش الناس دي كل عدد تسبقك في التسجيل في تيم بيلد كلاب، حتى لو بيسجلوا مجانا كان زمانهم موجودين في فريقك. ماذا تنتظر؟ سجل الآن فورا، شوف الرابط الموجود أسفل هذا الفيديو أو الرابط اللي أرسله لك صديقك بالتأكيد، وقم بالتسجيل فورا علشان تحصل على مكانك مجانا في تيم بيلد كلاب الشركة العالمية الرائدة.